السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حباب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض ريفيو على باك بودي سبلاش اللي مكسرة الدنيا. هو ده شكلها، بودي سبلاش يعني ماء تواليت بالعربي كده للناس اللي ما يعرفوهاش. الشنطة بيبقى فيها 6 أزايز برفان، أهم هو ده شكلهم، مكتوب عليها سكسي، شكلها حلو جدا والبرفان نوعه حلو وبيثبت، الريحة بتاعته جميلة جدا. ال6 أنواع أحلى من بعض. دلوقتي هعمل لكم ريفيو على كل واحدة وهقول لكم على سعر الشنطة في آخر الفيديو. نفتح الشنطة مع بعض. بسم الله. هنطلعهم اهو يا حبايب قلبي. ال6 عبوات بعد ما طلعتهم من الشنطة، شايفينهم جمال ازاي والوانهم مختلفة وريحتهم تحفة وثابتة جدا. والعبوة حجمها معقول 125 ملي، وطبعا مقارنة بسعرهم سعرهم حلو جدا. بالنسبة للعرايس اللي بتجهز نفسها وعايزة برفانات كتير على السراحة ممكن تجيب شنطتين تلاتة، وفي روايح مختلفة طبعا عن الستة اللي معايا. انواع بادي الاسبلاش اللي معايا نفس انواع برفانات عالمية ونفس الروايح بتاعتها، بس طبعا البرفانات العالمية بيبقى سعرها مبلغ وقدره، احنا مش هينفع نشتري البرفانات العالمية، فبنشتري حاجة على قد ايدينا ونفس الريحة وريحتها برضو ثابتة. فالبادي سبلاش اللي معايا ريحته جميلة جدا، وكل اللي موجود في السوق على فكرة نفس التعبئة ونفس الريحة، بس الاختلاف في شكل الازازة، في الغطا بتاعها بيبقى ابيض وفي غطا اسود وفي غطا ذهبي، بس بالنسبة لنفس الجودة كلها واحدة وكلها كوبي، مش هقول لكم هاي كوبي يعني كلها تقليد، بس الروايح بتاعتهم جميلة وثابتة وسعرها لا يذكر. هعرفكم على انواع بادي السبلاش اللي معايا. اول نوع كوكو شانيل، طبعا كلنا عارفين ماركة كوكو شانيل والبرفان بتاعها ريحته تحفة وثابتة جدا. البادي السبلاش اللي معايا نفس ريحة برفان كوكو شانيل. تاني نوع جود جيرل، طبعا كلنا عارفين ماركة جود جيرل والبرفان بيبقى على شكل حذاء، نفس الحذاء اللي مرسوم على العبوة وريحته تحفة. بادي السبلاش اللي معايا نفس ريحة جود جيرل. تالت نوع 212 سكسي، برضو في برفان عالمي اسمه 212 سكسي، البادي السبلاش اللي معايا نفس ريحة البرفان. رابع نوع باكو رابان، ريحته تحفة، النوع دوت عجبني جدا، طبعا هي أذواق، ريحته تحفة نفس ريحة البرفان العالمي. خامس نوع سي من جورج أرماني، ماركة جورج أرماني معروفة، وفي منها برفان العبوة بتاعته سودا وعبوة حمراء. آخر نوع معايا سكاندل، سكاندل ريحته تحفة وكلنا عارفينه. ال6 عبوات ريحتهم تحفة وثابتة، ينفع نستخدمهم بعد الشاور زي السبراي، وينفع نستخدمهم على الملابس. طبعا سعرهم لا يذكر، سعرهم بيبدأ من 50 لـ80 جنيه، يعني حسب المكان اللي انت بتشتري منه. انا اشتريتهم ب55 جنيه، في بيبيعوهم ب60، في بيبيعوهم ب65، تفاوت اسعار مش اكتر. ده كان ريفيو النهاردة، يا رب الريفيو يكون عجبك واكون قدرت افيدك. ولو بتفكري تجيبي باك بادي سبلاش بقولك هاتيها على ضمانتي، ريحتها حلوة وسعرها جميل. يا رب الريفيو يكون عجبك. لو عجبك الريفيو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.